السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله بإذن الله نتكلم عن جهاز كشف الأعطال، وهل هو فعلا اشتغاله ولا فعلا مهم، والمراكز ما بتشتغلناش بجهاز كشف الأعطال ويبقى عاملين منظر وكده يعني. أولا هنقسم الفيديو لثلاث محاور: محور العميل، ومحور المهندس أو المركز أو الفني، والمحور الثالث اللي هو جهاز كشف الأعطال. جهاز كشف الأعطال ده هنبدأ بجهاز كشف الأعطال إن شاء الله. جهاز كشف الأعطال هو أداة في الورشة زي أي أداة في الورشة، ما ينفعش تشتغل من غير جهاز كشف الأعطال. لو أنت بتشتغل شغل كهرباء أو بتصلح العربية أو بتعمل تشخيص، فما ينفعش خالص أبدا تشتغل من غير جهاز كشف أعطال، لأن تشخيص العطل ممكن 80% منه هو الجهاز، مش انك تقرا العطل. طبعا هنتكلم عن دي قدام شويه، بس هو الجهاز. قبل ما نتكلم عن اي حاجه هنقول جهاز كشف الاعطال ده ممكن يبقى شبه ايه. نفترض لا قدر الله ان اي حد فينا عيا، فبيروح للدكتور، الدكتور بيكشف عليه. ف بدايه الكشف بتبقى بحاجات بسيطه زي السماعه، الشاكوش لو انت رايح لعلاج طبيعي، الخشبة لو انت عندك حاجة في زورك كده يعني. الحاجات البسيطة، الأدوات البسيطة دي هي زي جهاز كشف الأعطال مبدئيا في الورشة، ماشي؟ فانت أول ما بيجي كده، بيجي أول ما انت بتفتح الجهاز، بتدخل العربية عليها الأعطال بالظبط، هي أو جهاز كشف الأعطال في اللحظة دي بيبقى زي الأدوات المبدئية عند الدكتور. طيب نفترض لا قدر الله ان انت عندك مشكلة أكبر في جسمك أو حاجة، فالدكتور بيضطر إن أنت يقول لك روح اعمل تحليل، وبناء على التحليل يبدأ يتكلم معاك ويبدأ يشخص لك عطلك. يشخص لك طبعا، الدكتور مش هيشخص العطل، الدكتور هيشخص المرض لا قدر الله. ربنا يشفينا يا رب ويعافينا من أي أمراض، بس أنا بتكلم كمثال والله مش أكتر. فالدكتور بيقول لك اعمل تحليل، تحليل دم، تحليل بول، تحليل، المهم بيقول لك اعمل تحليل. بناء على التحليل ده بيبدأ هو يشخص الحالة. طيب، طب برضو الدكتور ما بيعرفش ايه الـ يعني المشكلة في جسمك حتى بعد ما يشوف التحليل طبعا. وبرضو ما فيش حاجة اسمها كده، برضو زي جهاز كشف الأعطال بالظبط. الدكتور بيشوف في التحليل حاجة زايدة، حاجة قليلة، يعني أملاح كتير، أملاح قليلة، نسبة كرات الدم الحمراء قد ايه، نسبة كرات الدم البيضاء قد ايه، الحوارات بقى بتاعت الدكاترة أنا مبفهمش فيها حاجة دي. بس أنا كل اللي عايز أقوله إن الدكتور برضو مش بيعرف من التحليل ايه اللي بايظ، هو بيشوف حاجات الجسم ماشية ازاي، يعني الأجزاء والخلايا والكلام ده، بيشوف الدنيا دي شغالة ازاي، في أملاح، في مية، في دهون، في الكلام ده. هو بيبدأ من هنا يبدأ يشك في الحاجة اللي ممكن تبقى مبوظة الكلام ده ورافعة، يعني رافعة أملاح مثلا، فأنت ممكن تكون كلت أملاح كتير فأنت الأملاح عندك رفعت، عندك مية كتير فأنت شربت مية كتير فده نتيجة عليه كده يعني. نفس الحوار بالظبط في العربيات. جهاز كشف الأعطال مش بيقول خالص فين العطل، يعني الناس اللي فاكرة أو إن العميل بيجي بيبقى فاكر إن أنا أول ما أفتح الجهاز كده أبص على العطل خلاص أقول لك إن العربية دي فيها كذا، مفيش كده خالص طبعا، مفيش. طيب بتروح أنت الواحد بيفتح الجهاز بيقول لك العربية فيها كذا، وفعلا العربية بيطلع فيها زي ما هو قال. فده حاجة يعني، اللي بيعمل كده حاجة من الاتنين: يا اما واحد شاطر جدا ما شاء الله ربنا بيزيده من العلم، والعربية دي بنفس العطل ده اتكرر عنده اكتر من مرة واتنين وتلاتة واربعة، ماشي؟ بناء عليه ما عادش محتاج ان هو يشخص اصلا، فهو اول ما يشوف العطل يعمل. زي بالظبط لما انت تلاقيك داخل بالعربية عند فني او كهربائي او ميكانيكي او ايا يكن اللي انت بتروح له، او مركز او مهندس، فهو اول ما بيشوف العربيه او بيسمعها بيقول لك العربيه دي فيها كذا. طب هو ما شخصش، ما شافش، بس من كتر الشغل ومن كتر الاحساس بينه وبين العربيه، فهو ده بيقرب جدا المسافات وبيوصل للتشخيص بسرعه جدا. زي بالظبط الدكتور ممكن اول ما انت تدخل له بالظبط ممكن يشوفك كده يقول لك انت عندك كذا، انت خايف، انت تعبان، انت قلقان كده يعني. فالدكتور طبعا برضو بيحس بالعميل وبيحس بالمريض،
وبيحس مثلا هو سقعان، بردان، سخن، الحاجات الايه الطبيعية اللي الدكتور بيحس بيها دي. برضو نفس الكلام المهندس او الميكانيكي او الفني او ايا يكن اللي شغال في العربية بيحس بالعربية، بينه وبينها طبعا تفاعل كبير جدا غير بينك وبينها انت، بينك وبين العميل. دي حاجة. الحاجة التانية اللي احنا عايزين نتكلم فيها، طبعا هنسيب حوار جهاز كشف الأعطال للآخر، أنواع وكده يعني. هنيجي نتكلم عن إن الناس بتاخد فلوس من مقابل إنها تكشف على العطل أو حاجة. طبعا ده يعني أنا ما بحبهاش بصراحة إن أنا آخد فلوس من كشف على بالجهاز، لأن كشف الجهاز أصلا ما بيقولش حاجة يعني، ودي مش شغلانة يعني، ما فيش حاجة اسمها كده أصلا. بس برضو ما ينفعش ان هو برضو يبقى ببلاش. ليه؟ لان في ناس كتير جدا بتروح اللي بيكشف وبتقول له انا عايز اكشف على جهاز كشف الاعطال، فهو بيقوم قايل لك ده كذا اللي بايظ، مع ان مفيش حاجه اسمها كده والله يعني. مفيش حاجه اسمها بيطلع كده على الجهاز حساس شكمان بايظ، مفيش حاجه كده. هو بيقول لك مثلا حساس شكمان في مشكله في الحته الفلانيه ظبطها، مثلا سيستم تو ريتش زي ما احنا اتكلمنا، سيستم تو لين، فيبدأ تشك بقى في حساس الشكمان، تشك في الرشاشات، تشك في الحاجات دي. ممكن يجي يقول لك حساس الشكمان الكتريكال مال فانكشن، يعني في مشكلة في الكهرباء، بوزيتيف شورت، شورت تو بوزيتيف، شورت تو جراوند. انت تبدأ برضو تدور الحاجات دي، طبعا بتقرب المسافات بس والله مش بتقول العطل فين. فاللي يجي يفتح الجهاز كده ويقول لك العطل فين، والله العظيم ده اما حاجة من الاتنين زي ما انا قلت لك، يا بيضحك عليك يا إما شاطر جدا ما شاء الله، وهو ده العطل اللي هيطلع في العربية. ماشي. فأنا مش مع إنك تدفع فلوس في جهاز كشف في الكشف بس. بس أنا مش مع إن واحد يجي يكشف ويمشي، يعني اللي بيجي العميل اللي بيجي يكشف ويمشي ده بصراحة عميل يعني، أنا مش عارف أنت جاي تكشف ليه. طيب اللي بيجي يكشف ويمشي ده إما جاي يطمن على عربيته، فهو في مقابل ان هو بيطمن على عربيته فلازم يدفع فلوس، لان انا مش جايب الجهاز ببلاش. الحل التاني ان هو بيجي يعني عايش كده، يعني مش عايز يدفع وخلاص. بس هو ما ينفعش. فيعني اللي هيشتغل، انا عاملها كده بصراحة او بحسبها كده، اللي هيشتغل يعني هشخص له العطل وابدا اشتغل وابدا اعمل حاجة، ده ما بدفعوش طبعا جهاز كشف اعطال، لكن اللي هيجي يكشف ويمشي فمفروض يدفع يعني. في ناس كتير مش بتدفع يعني، او انا ما بدفعهاش. انا شغال اصلا في مركز لا انا بدفع ولا هو اللي بيدفع، بس انا بتكلم بصورة الشغلانة بتاعتي يعني. بس تعالى بقى نخش على جهاز كشف الاعطال نفسه. اجهزة كشف الاعطال دي كبيرة جدا وكتيرة جدا. في منها نوعين، نوع اللي هو بيدخل على كل العربيات، والنوع اللي هو المتخصص. النوع اللي هو بيدخل على كل العربيات ده بيساعد الورش اللي بتشتغل في كل العربيات انها تقدر تشخص عطل في كل العربيات، وتقدر يعني تمشي حالها. اما الجهاز المتخصص فده طبعا بيكون قوي جدا اكتر من الجهاز التاني، بيبقى حاجاته تانية. احنا عندنا مثلا، عندنا طبعا في ناس كتير جدا بتشتغل بالاجهزة الشاملة. انا اجيب لكم شوية اجهزة حواليا كده اقول لكم الاجهزة الشاملة، يعني زي اللانش والجي سكان مش عارف اسمه اتول باين حاجة كده يعني. شوية اجهزة كشف اعطال كده تبقى شاملة كل العربيات. في جهاز اسمه سناب اون. سناب اون ده يعني ممكن تلاقي سعره 100,000 جنيه مثلا، فهو طبعا بيبقى قوي جدا وفي كل العربيات ما شاء الله عليه. بس غالي جدا زي ما انت سامع رقمه كده. طبعا في اجهزه متخصصه طبعا، وفي بتبقى في الحنين، وفي منها صيني بيبقى في الاحن. مثلا في سي دي اس بينزل منه اصلي وبينزل منه مضروب. الاصلي بيبقى ب 10,000 جنيه مثلا، المضروب منه ب 1,000 جنيه، 1,200، 1,300 على حسب الفيرجن والسنه اللي نازل فيها والحوارات دي. وفي طبعا ده جهاز متخصص عندنا في الفولكس، اللي هي الفولكس جروب، الفي سي دي اس. ده جهاز سهل جدا وبسيط جدا، وبتعرف تشتغل عليه على العربيات بسرعة جدا، ما بيضيعلكش وقت كتير. في جهاز طبعا تخصص التخصص، وده اللي بيشتغلوا فيه في التوكيل، وده بقى قوي جدا في حوارات التكويد، يعرف يكود، يعرف يعمل ابديت، يعرف يعمل تغيير للسوفت وير، يعرف يعمل
الحاجات التقيلة الصعبة يعرف هو يعملها، بس للأسف بيبقى بطيء. دي حاجة. تاني حاجة ما بيسعفكش في الشغل بسرعة. تالت حاجة الفيشة ممكن تبوظ بسرعة من كتر الحط والتركيب والحط والتركيب، فأنت بتدفع فيها فلوس وبتدفع في البرنامج اللي أنت بتسطبه فلوس. ف يعني أنا مش عارف، ما برتاح لهمش لما بيبقى الشغل إيه. يعني أنا مثلا لو دخل لي 10 عربات في اليوم، فأنا ما ينفع لو قعدت بالأودس اللي هو البرنامج الأودس مع الفيشة، مع الفيشة بتاعته اللي هي بيبقى اسمها الفاس، هتلاقيهم في الصورة كده. لو عملت كده مش هخلص اليوم. بس انا بيبقى عندي الجهاز بتاع الفي سي دي اس وجنبه الاودس، بس ما بشتغلش بالاودس غير لما احتاجه في حاجة تقيلة، والفي سي دي اس شغال بيه طول اليوم الديلي يوز. يا رب اكون كده لميت الحوار بتاع الموضوع كله. المهم نخلص في الموضوع كله ان جهاز كشف الاعطال مهم جدا في الورشة، وما ينفعش الورشة تقوم من غيرها. جهاز كشف الأعطال ما هوش ساحر، لا هو ساحر بيقول للمهندس العطل فين، ولازم العميل يبقى فاهم الحتة دي كويس جدا ان جهاز كشف الأعطال ما بيقولش العطل فين، لان جهاز كشف، لان انت تبقى متخيل ان المهندس او الفني اول ما يفتح الجهاز كده يقول لك العطل في الحتة الفلانية. والله مش صح خالص. زيه زي الدكتور بالظبط اللي بيشخص المريض. فيعني ايه، بلاش نظلم الناس ونسيب نديهم فرصة انهم يشتغلوا. يعني انت تروح للراجل يقول لك معرفش، انت عميل دلوقتي، رحت للمركز الصيانة او المهندس او الفني، فهو يقول لك معرفش، او يقول لك انا هدور، او يقول لك انا هتعلم، او يقول لك اي حاجة من الحاجات دي. فده يحترم، لانه ده هو فعلا اللي هيصلح لك العربية، مش اللي هيقعد يخرف ويشيل ويحط في الحاجة، ويشيل ويحط في الحاجة، ويشيل ويحط في الحاجة، لحد ما يبوظ لك نص العربية، لحد ما يصلح العطل اللي هو أصلا بوظ قدامه 5 6 أعطال. فالمذاكرة والقراية والتشخيص الصح بيسهلوا جدا 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 إن أنت توصل للعطل في وقت قليل وبتكلفة قليلة، ومن غير فك وتربيط حاجات كتير في العربية، لأن ده بيقلل من عمر العربية، وبيقلل من عمر المسامير، وبيقلل من عمر الحاجات دي كلها. يا رب النهاردة نكون اتكلمنا دردشنا كده في حاجات كويسة، اللي هو جهاز كشف الأعطال. يا رب يكون الفيديو عجبكم. إن شاء الله استنوني في فيديو جديد في البلاي ليست بتاع الدردشة. اعمل لايك وشير وسبسكرايب لو الفيديو عجبك. السلام عليكم.